ايه ده؟ ايه ده؟ اوعى كل في بالي. ايوه اللي في بالك. كل سنه وانت طيب. رمضان بكره. بكره؟ ايوه. انت متاكد؟ ايوه متاكد. انت شافوا العيال؟ ايوه شافوه. العيال مش فايته. يا خرابي في ايه؟ في ايه؟ انت مش فاهم. بكره. ايوه. ازاي يحصل كده؟ ومحدش قال لي ليه؟ نعمل ايه احنا دلوقتي؟ امسك. ايوه. بسرعه. ايوه. بسرعه طياره على السوبر ماركت. ايوه. روح هات لي 5 6 7 8 9 10 علب فول. وهات لي 40 بيضة. 40 بيضة. 40 بيضة. ايوه انا هصحى لوحدي. الله. خد. تاني. انا مش مطمن. انا مش مطمن. بكره. ايوه. انا حاسس ان انا ناسي حاجة. بسطرمة. شفت نسيت البسطرمة. لا لا تعال اطلع معايا. ناسي حاجات كتير. تعال تعال. مد معاك. مد معايا. رمضان كريم يا تخين. بقول لك يا جدع انت تبطل تقول لي يا تخين دي خالص. فاهم ولا مش فاهم؟ ليه كده يا تخين؟ دي انا سوسته. بص برضه بيقول لي يا تخين. ما تقوليش يا تخين دي. اهدى بس. اهدى بس. يا صاحبي ريسكو ده. ما تقوليش يا تخين دي. فاهم ولا لا؟ مش هقول لك تخين تاني خلاص. بقول لك ايه؟ انت تحشاني الشهر الجاي ده كله. ها بالعيد كمان. خلاص امشي يا اخي. ايوه عرفت. اهلا وسهلا. عارف ايوه اشرف انا معاك اهو. بقول لك ايه؟ طالب الاجازه هتلاقيه على المكتب بتاعي. ها في البيت كان في بيضه اهي. انزيم الحظي. النبي اوعى تنسى. سلام سلام سلام. يا ربيع المعيد خلصت. لازم اي خدمه؟ شكرا يا صبري. شكرا. انت بتعمل ايه؟ بتصحب. انت كده هتتعب في الصياعه. اعمل ايه يا صبري؟ اول يوم ده اصلا بيبقى حر وجوع وعطش ونرفزه. نرفزه. ايوه نرفزه. ايه ده؟ اداء. ما كلتش رز. ما كلتش رز. لا كله بكره ماشي. ايه يا اخي قاعد تطلق معايا. معلش. ايه خلاص يا صبري امشي. امشي يا صبري. وبقول لك ايه؟ لما تخش بكره تنضف اوعى تطلع صوت. طب حاضر. عشان مش عايز اصحى. حاضر. اسمع. ايوه. وما تصحنيش الا على الفطار. خلاص. على الفطار يا صبري. خلاص يا باشا. حط اللي في بقي ده هتفه ولا لسه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. ايه ده؟ انا عطشت وانا لحقت. مش كنت خدت منوم؟ كل رمضان انسى. الو دينا. ايوه عادل ازيك؟ معلش سوري بكلمك في وقت متاخر. لا لا خالص انا سهران وصايم وكل حاجه. اصل في واحده قريبتنا ماتت وكنا محتاجين لحد معاه عربيه عشان نحضر الدفنه. انا والله كلمت كذا حد بس كلهم طلعوا على مارينا. انتوا هتدفنوها في مارينا؟ مارينا ايه عادل؟ الدفنه في الشرقيه. هينفع تودينا؟ طب ما ينفعش تدفنوها هنا؟ اكيد لا، هي من الشرقيه فلازم تدفن هناك. هتعمل ايه؟ هتودينا ولا ايه؟ البنت بتحب الراجل اللي لما تحتاج له تلاقيه واقف جنبها سندها. اول ما تحس باحتياج هو يبقى اول واحد يجي في بالها. دينا هصحى واكلمك. قصدي افتح البلكونه هتلاقيني واقف تحت. ايه اللي خلاني ارد؟ الحمار اللي راكن هنا كده ده. ايوه خلاص اتفضل. الحمار برضه. بس كده خلاص. حافظ ظبطت كده. اتفضل. معلش يا ماما. اتفضل حبيبتي. اضحك بقى في حياتك. حياتك الباقيه يا اخويا. حياتك الباقيه. بقى لله بقى. اتفضل يا ماما. اتفضل. كتر خيرك. كتر خيرك يا ابني. لا ما تقوليش كده. ده انا خدوم. كتر خيري على ايه؟
معلش يا عادل، هو ظرف مفاجئ كده، اصل كانت عيانه قوي. بالعكس دي ماتت في وقتها فندم. يعني ماتت في رمضان. في رمضان، سبحان الله. الله يرحمه. دي احلى موت، احلى موت. معلش تعبناك معانا. ما تقوليش كده، ده انا خدوم جدا. اتفضلي 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 دي اتفضلي اتفضلي. كنت عايز اسال سؤال بس، هو مش الشرقيه دي على سفر؟ طب يعني الواحد ممكن يفطر؟ ممكن طبعا، بس ما احناش راكبين جمل يعني عشان تفطر. يا ستي جمل ولا حصان، دي رخصه ربنا حللها يعني. انا اصلا عندي السكر وتعبان، فممكن اهبط منكم فجاه في الطريق. سلام. انت اتفضلي بس، هجيب اي حاجه كده قبل بيها ريق بس وشويه اكل. اتفضلي اتفضلي على طول. ثواني ثواني. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. خير؟ امرني. كيس كبير كده لملي فيه بقى ايه، شويه شوكولاتات على شويه شيبسيهات على حاجه ساقعه على شويه عصاير، ها، وعلى ايس كريم لو عندك، ولو في سندوتشات حط. بس انا جعان قوي وعطشان قوي. لا اله الا الله. حاضر. بس بسرعه والنبي. حاضر. الو، اكلم تريزا لو سمحت، قول لها جرجس مش موجوده. طب اكلمها تمام. سلام سلام. خدي خدي يا دينا، خدي خدي، جبت حاجات لينا كلنا، رخصه لينا كلنا ناكل ونقزقز طول الطريق. افتحي لي حاجه، افتحي لي حاجه اشربها بسرعه وحاجه كلها. يلا. ايه ده، صباح الخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ كرم ابن اخت المرحومه. اهلا وسهلا. قصدي الحاج كرم، هتفطر برضو؟ افطر ايه واحنا مسافرين بجمل ده؟ الشرقيه هنا في الشارع اللي ورانا. هات يا حبيبي. خد يا ماما. انا فاطره اكل لي بس لقمه كده عشان معاك الدواء. اتفضل يا اخي. يا حبيبتي يا غاليه، في عند حضرتك برضو ايس كريم الحقيقي بقى قبل ما يسيح؟ والله ده انا بحبه قوي. اهو شوكولاته. خد الشريط ده شغله لنا مجنون. فضل شريط، وده وقت بغنى وراس واحنا رايحين عزا شيخ كرم. استغفر الله العظيم. شغل لنا فضيله الشيخ، خلي ربنا يبارك لنا في الطريق. فضيله الشيخ، معلش انا ما خدتش بالي. انا اسف انا اسف. الموت الموت رايحنا رايحنا، وهتنزلوا تحت. والله العظيم هتنزلوا تحت، هتشوف الويل. يا تارك الصلاة يا فاطر رمضان. ما فطرتش انا، هي اللي فطرت. التعبان الاقل هيفتفت عظمك. ملائكة العذاب يا بول، الظلام وحدك تحت يا ابن ادم. اخرك متر في متر ونص، في 4 متر ونص. ما قالش كده الشيخ. بس هو ليه حضرتك بيزعق قوي كده؟ بيزعق؟ ايوه، ده عليه حلاوه الصوت تمسه القلوب. قلوب ايه يا كرم؟ ده صوته وحش جدا. وبعدين الدين ترغيب مش ترهيب. ايوه صح صح. لا مش صح. صح. وبعدين انت تفهم ايه عن الدين؟ مثلا تفضلت الشيخ البهتاني. لا معلش، انا درست فقه في الخارج وعارفه انا بقول ايه كويس جدا، وجادلهم بالتي هي احسن. لا ده انت فجرت. اوعي اوعي بس يا واد يا كرم، لحسن هقول لهم انت كنت بتعمل ايه وانت صغير. خلاص خلاص يا حاجه ارحميني. اهو عشان خاطر الحاجه بس. ماشي. انت كنت بتعمل ايه وانت صغير؟ مش هقول. روح يا اخي. هو ما عرفش يسوق ولا ايه؟ معلش اسف الفرامل بتاعنا. يلا روحوا انتوا مع الستات، واحنا نروح نلحق جنازه ونتقابل هنا. ماشي اوكي. يلا يا حبيبتي يا غاليه. معلم مهلك يا ماما. سلام عليكم. اتفضلي. السلام عليكم. على مهلك على مهلك. على مهلك. حبيبتي يا غاليه. يا بطني. يا بطني. بطني. كلت الكيس كله. يلا بطني. ايوه. اتفضل اتفضل اتفضل. البقاء لله. قال لله. هو احنا بنجري ليه كده؟ مش احنا اللي بنجري، ده النحش طاير. طاير؟ ايوه طاير. المرحومه تهلوي الى الجنه. هم هم، خلينا نكسب ثواب حملاه. حملاه؟ ايه ده؟ هي المرحومه كانت حامل؟ حامل ايه يا اخي؟ استغفر الله العظيم. استنينا يا حاجه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ده المغرب. مغرب يا أخي، ما تعصبنيش. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله يا نبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله يا نبي. صدق الله العظيم. يا رب تولعوا كلكم، كلكم تولعوا في جهنم. يا رب تولعوا المرحوم، المرحومة تولع.
عادل معلش انا خبطت لك اليوم جدا، اكيد كان وراك شغل. انا لا خالص بالعكس، ده انا كنت قاعد زهقان والله، وبالعكس انا كان نفسي اجي التراب جدا خصوصا وانا صايم. عموما تمام الحمد لله كل حاجه حصلت. اتفضلي بقى اتفضلي. لا معلش انا لازم امشي مع بنت عمتي. ايه ليه؟ بقالي كتير ما شفتهمش يعني. سيو بقى في مصر ان شاء الله. ميرسي جميل، باي باي. ايه القلب جميل جميل برضو. انا كان مالي، انا كان مالي ومال الشرقيه ومال المرحومه، وفي الاخر ما كانش معايا. ايه ده ايه ده ايه القرف ده؟ انا ايه اللي كان جابني؟ ايه ده حاج كرم، انت ما روحتش معاهم ليه؟ روح روح معاهم، روح معاهم، روح معاهم. لا لا مش هروح، لا يمكن ابدا اسيبك ترجع لوحدك مصر. لا ما انا مش حد ابدا والله. بعدين اصلا احتمال انام وانا سايق وبفكر اتقلب، فعشان يعني بعد شر عليك يعني. قسما بالله العظيم اتقلب معاك، مش هسيبك، لا يمكن. ماشي حاج كرم. احنا انت بتشتمني؟ لا ما اقدرش. طب شغل لنا الشريط بقى بتاعك. ايوه كده. ارحمني بقى ارحمني بقى. ها كل سنة وانت طيب يا حبيبي. يا حبيبي يا خالو. ده تقيل قوي. طبعا انت فطرت من غيري يا ندل. لا لا لسه. حقيقي حقيقي الخال والد. انا ما هنش عليا ان انت تفطر اول يوم في رمضان لوحدك. قلت اجي افطر معاك. احنا مالناش غير بعض يا ابني. حبيبي يا خالو دي صينية ايه دي؟ ها؟ دي دي بطاطس بالفراخ. ما قلتليش. عملت ايه مع البنت؟ ما قلتلهاش بقى ان انا مجدي عشان ما تطفش يا خالو. امسك. انا اروح ايه اغسل وادفن ويجي الاستاذ مجدي يخش الجنه على الجاهز. خالو انت نسيت تقفل الباب. قوم اقفله. ما يتحرق الباب ان شاء الله. ما اتقفل ولا اتفتح. قوم بقى اقفله، انا تعبان بدل ما تدخل. انا تعبان، ده لسان صينيه انا متقطع قلبي. الله. طب ما انا جبت الاطباق يا خالو والشوك والمعاد. طب ده كان معقول كده؟ عدلت انا، سيبني في حالي بس. خلاص خلاص خليها خليها خليها، ما تضطرش حتى تفتحه وانت نازل. الو عادل، انا في التجمع الخامس، ممكن تيجي توصلني لاكتوبر؟ اوكي دينا حاضر ماشي. عادل ممكن تيجي معايا دلوقتي نجدد كارنيهات النادي؟ الو عادل عادل، الرقم الذي طلبته صائم، برجاء الاتصال بعد الإفطار أو بعد العيد. إيه؟ بعد العيد. عادل عادل معلش يا عادل، ده آخر محل، أنا تعبتك معايا وأنت صايم. لا تمام، أنا لا جعان ولا عطشان، بعدين ده أنا خدوم جدا جدا. أنت طيب قوي يا عادل، أنت عارف؟ ها؟ اللي زيك خلصوا من زمان. وكمان خلصوا من زمان. فين اللي إيه بتدوري على إيه بس؟ قولي له أنا ساعدك. مقاساتك أهي. مقاساتي؟ ايه رأيك في ده؟ ده ايه ده؟ عشان ايه؟ عشانك. ليه انا؟ هيبقى تحفة عليك. مرسي جدا يا دينا. العفو يا عادل. على ايه؟ قولي بقى، انت خمسة اكس ولا ستة؟ حاجات وحاجات. طب خد قيس ده على ما اجيلك. خمسة اكس ولا ستة؟ طب ايه؟ مش هتجيبي بنطلون؟ حلو، شكله كبير. ايه رايك في دي المجدي؟ عاديه زيه. دي حلوه قوي، خد بقى اديها له لما يرجع. سمول سمول سمول. بقى دي ليا ودي المجدي. ماشي ماشي يا دينا.
نورتنا. ربنا يخليك يا طنط، والله ما كان لي لازمه كل التعب ده. ما كفايه انت تعبت معانا يوم الدفنه. اه جدا. دينا لو سمحتي. ايوه.